السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقتنا اليوم إن شاء الله بعد طلب بعض المتتبعين القناة تعليم الكهرباء من الصفر، درت لا فيديو على كيفية توصيل إنارة الشوارع أو ليكليراج بيبليك باللغة الفرنسية. درت هذا المونتاج برك اوتوماتيك او بالخليه الضوئيه فقط او لا فوتوسيلول باللغه الفرنسيه. قالوا لي كيفاش نديرو او كيفاش نديرو التوصيل بطريقه اوتوماتيكيه ويدويه في نفس الوقت. في حلقه اليوم ان شاء الله سوف نحاول تقديم هذا الشرح. نبدأ الشرح يكون تطبيقي إن شاء الله، ولكن نشوفه قبل المخطط. وجدت لكم هذا المخطط كما راكم تشوفوا في هذه الصورة. دونك نبداو نبريزونتيو في الكومبوزو تاعنا. كما راكم تشوفوا عندنا الديجونكتور، عندنا ان كوميتاتور. هذا الكوميتاتور استدير عنده تروا بوزيسيو او تروا عندها استدير عنده لا رونتري ولا ودو سورتي. ستادير كي ندورو هاد الكوميتاتور بار اكزومبل كي كان ندوروه في الان يروح كما راكم تشوفوا في الاوتوماتيك. دونك الكتريسيتي يفوت من هاد السلك الاحمر كما راكم تشوفوا. دونك يروح لا فوتوسيلول، لا فوتوسيلول تعطينا لا فاز كما راكم تشوفوا، والنتر كما راكم تشوفوا اللمبه تاعنا تشعل. وكي ندوروا في هذه الطريقه كما راكم تشوفوا ستادير زيرو هنا ما تشعلش كامل، ني اوتوماتيك ني مانويل. كي ندور هو هذا الكوميتاتور في الى الجهه اليدويه او في السلك الاخضر كما راه موضح في هذه الصوره، استدير الالكتريسيتي يفوت منه. دونك يروح ديريكتومون مانويل كما راكم تشوفوا. دونك نبداو في طريقه العمل ان شاء الله. دونك طريقة تحويل أو تبديل من الآلي إلى اليدوي أو من اليدوي إلى الآلي للخلية الضوئية. هذه الخلية الضوئية تستعمل في تحكم الإنارة الشوارع أو ليكليراج بيبليك باللغة الفرنسية. بون نبداو نبريزونتيو الماتيريال تاعنا أو نقدمو الماتيريال تاعنا. كما راكم تشوفوا هنايا عندنا لا لومب كما راكم تشوفوا المصباح. بيان سور في الشوارع نديرو سي دي بروجيكتور، عفوا سي دي بروجيكتور كبار. دونك هنا نحتاجو ان كونتاكتور. هذا الكونتاكتور سولون لا بويسونس اللي نحتاجوه او الاستطاعه اللي نستعملوه في هذا الاناره. نحتاج دو ديجونكتور احد الطور او اني بولير كما راكم تشوفوا. نستعملوا واحد الاوتوماتيك واحد مانويل او واحد للطريقه الاليه، وواحد اخر نستعملوه للطريقه اليدويه. هذه سي لا فوتوسيلول كما راكم تشوفوا او الخليه الضوئيه. كما راكم تشوفوا هنا ما عاد بالش كي تبان ولا ماشي تبان ماش تبان. دونك ماركي ال هنا والان، وكاين هنا لا لامب كما راكم تشوفوا، كاين لي فلاش استدير لا مانيير كيفاش نبرونشيو الخليه الضوئيه الخاصه بنا. هذا المونتاج درناه ديجا، بصح ما درناش كيفيه تبديل او التحويل من استدير من التحويل من الالي الى اليدوي او من اليدوي الى الالي. كاين بعض الاخوه قالوا لنا ديروا لنا هذا المونتاج. فوالا باذن الله تعالى راني نحول باش ندير هذا المونتاج ان شاء الله. استدير نستعمل في الحقيقه نستعملوا لي كوميتاتور، ما على باليش كيفاش يسميوهم باللغه العربيه. دروك نشوفوا نحوسوا على الاسم تاعهم. حنا اليوم بدلنا هذا الكوميتاتور بدو ديجونكتور كما قلت لكم قبيله. نبداو في المونتاج تاعنا. دونك نبداو
ندير هاد اللوك كما راكم تشوفوا. دونك نبداو في السيركوي دو بويسونس. كاين واحد الاخ كي درت المونتاج اللي فات قالني علاش ما بديتش في السيركوي دو بويسونس او في الضرر الاستطاعه باش تبان ضرر الاستطاعه سهله كاع. جيب الفازينات من الديجونكتور الى الكونتاكتور تاعك. هذا مكان كما راكم تشوفوا. دونك درت رانا بدينا في السيركوي دو بويسونس باش هكذا تبان. هذه نروحوا للديجونكتور باش ما نضيعوش الوقت كي نديروا برك لي فازينات لهنا نديروا لهم ونديروا لا لومب كما راكم تشوفوه في لاسورتي تاع الكونتاكتور. اذا عندنا بزاف لي لومب نديروهم اون باراليل بيسك في ليكليراج بيبليك تلقاو بزاف لي لومب. سي بور سا نستعملو الكونتاكتور. لابوبين تاعنا ال A1 كما راكم تشوفو. سي بور سا ما حبيتش المرة اللي فاتت نبدا في السيركوي دو بويسونس. كما راكم تشوفو هنا ماركي ال A2 وهنا ال A1 نجيبو في الأدو ولا في الأأن باش نروحو للنتر تاعنا هكدا باش فوالا يفوت منا ومن بعد لاسورتي لا لومب. دونك هادي تبلاصي كيما هكدا بهذه الطريقة. دونك عندنا لافاز لهنا النادر ومن بعد لاسورتي تروح للكونتاكتور تاعنا كيما راكم تشوفو. بيسك لو كان نروح ديريكتومون لا لامب تشعل ديريكتومون لا لامب حنا لازم نستعملو الكونتاكتور. في ليكليراج بيبليك توجور نستعملو لي كونتاكتور باسكو تكون لا بويسونس كبيرة ماشي لا لامب وحدة. كيما هنا عندنا لا لامب وحدة بصح لوبجيكتيف تاعي انا باش تعلمو كيفاش ديرو لي زارمور ديريكتومون بهذه الطريقة. نحاول ندير الشيما باش تيليشارجيوها ان شاء الله هكذا. وهذه يروح للنتر الوسطاني في الخلية الضوئية توجد تلقاو الان ولا ان ومن بعد تلقاو سوا ال سوا تلقاو ديريكتومون يرسم لكم المصباح في بلاصة وين يروح في بلاصة وين يروح المصباح. فوالا بهذه الطريقة. دونك نبداو نديرو فازي النتر للخلية تاعنا باش تبقى غير هذه. قبل ما ننساو نبداو دابور بما اننا نحتاجو فوالا كما راكم تشوفو. دونك عندنا الخلية الضوئية كما قلت لكم قبيله. دونك عندنا فاز نادر وهذه تروح لابوبين تاعي درت الديجونكتور باش تكون في الطريقة الاوتوماتيكية او الطريقة الالية. دونك كي تخرج استدير كي تكون الظلمة تبعثنا هذه الخلية لافاز تاعنا او الطور يروح هذا الديجونكتور من الديجونكتور هذا يروح الكونتاكتور تاعنا وهذا الكونتاكتور راح النتر كما راكم تشوفوا. دونك في هذه الحاله تشعل الضوء تاعنا او تكسيتي هذا لابوبين تاع الكونتاكتور تشعل الضوء تاعنا في الطريقه اليدويه استدير كي ما نحتاجوش الطريقه الاليه. دونك واش نستعملوا عفوا دونك نستعملوا الطريقه اليدويه. دونك وجدت لكم هذا الدوزيام ديجونكتور. دونك نطفيو هذا الديجونكتور تاع الطريقه الاليه نشعلوا هذا الديجونكتور استدير بار اكزومبل عندنا العمل في الاناره الشوارع تاعنا حبينا
ولا باغ اكزومبل طاحتنا اون بان هاد الخليه او هاد لا فوتوسيلول ستادير نشعلو مانويلمون. دونك نروح نجيب لا فاز نديروها اون باراليل افيك لا فوتوسيلول تاعنا كما راكم تشوفوا. دونك جيت من لا فاز من الديجونكتور ورحت هذا الديجونكتور اني بولير كما راكم تشوفوا. كي نخرج نروح لا بوبين تاعي ستادير لا سورتي تاع لا فوتوسيلول او لا سورتي تاع الديجونكتور تاع لا فوتوسيلول. باسكو درت هذا الديجونكتور باسكو كي نحب نخرج في الطريقه الاليه لازم نطفي هذا الديجونكتور. فوالا دونك نروح يجيو كيف كيف في بلاصه وحده كما راكم تشوفوا يروحوا للبوبين تاع هذا الكونتاكتور بهذه الطريقه. دونك رحت للأ دو تاع الكونتاكتور تاعي كما راكم تشوفوا. دونك جاو في بلاصه وحده تاع الديجونكتور كما قلت لكم الكوتي مانويل. دونك رحت هذا الديجونكتور من هذا الديجونكتور رحت ديريكتومون الكونتاكتور وبلابوبين الكونتاكتور الأ دو من الأ أن رحت للنادر كما راكم تشوفوا رحت ديريكتومون للنادر. هذا تبعوا هذا السلك وجبت فازي الناتر للسيركويت بويسونس خرجت لامب تاع لي لامب تاعي. دونك لا فوتو سيلول عندها فازي ناتر كما راكم تشوفوا جبت فازي ناتر كما راكم تشوفوا فازي ناتر راحوا ديريكتومون للديجونكتور كما راكم تشوفوا فازي ناتر. ومن بعد لا سورتي عندها تروا فيل عندها فازي ناتر وعندها لا سورتي تاعها ستادير هذا لي كوبينا للسيركوي كي تكون الظلمه كي يكون ستادير كي نكونو في اليوم في النهار ماشي في الليل. ومن بعد من لا سورتي رحت للديجونكتور اني بولير كما راكم تشوفوا من لا سورتي تاع الديجونكتور رحت للكونتاكتور. دونك هنا كما قلت لكم لا سورتي تاع لا فوتو سيلول سافي دير اوتوماتيك عندي هذا الديجونكتور نشعلو يبقى اوتوماتيك نطفي هذا المانويل. كي نشعلو هذا المانويل لازم هذا نطفيو استدير ما يكونش البروبليم بصح استدير في الليل برك كي باش ما يكونوش شاعلين في زوج. في اون برينسيپ نوتيليزيو لي كوميتاتور. دونك نبداو نديرو لي سي بطريقه مانويل كما راكم تشوفوا قلنا هذا الديجونكتور مانويل كما راكم تشوفوا شعلت الديجونكتور شعلت مانويل فوالا فيه كما راكم تشوفوا رانا في النهار مش كيتش اكسيتينا الكونتاكتور بصح نسيو ندير فوالا جبت الشكاره درت لها نورمالمون هكذا شويه تمشي باسكو كي تكون ظلمه ماشي ديريكتومون لازم تريغلي لا سونسيبيليتي تاع لا فوتو سيلول. فوالا كما راكم تشوفوا شعلت فوالا كي تطيح الظلمه ليسونسييل يكون هذا الديجونكتور الخاص بها شاعل. لو كان طفيو الديجونكتور تاع الاوتوماتيك كما راكم تشوفوا هكذا خرجنا من الاوتوماتيك. دروك نروحو نشعلو المانويل كما راكم تشوفوا. فوالا بما اننا درنا الشكاره نوار تشعل ديريكتومون لو كان نحيو الشكاره دروك ستادير طفي الضوء. استنى نحي الشكاره هذا دروك نحينا الشكاره كما راكم تشوفوا طفات ديريكتومون الضوء. نعاودو نشعلو مانويل كما راكم تشوفوا تشعل هذا الديجونكتور تاعها دائما شاعل. دروك نطفيوها كي حبينا كي نحبو نحولوها للمانويل. الى هذا لقد وصلت الى نهايه هذه الحلقه. اتمنى انني وفقت في الشرح رغم انني تعبان شويه اليوم. اذا لديكم اي سؤال نحن في الخدمه خليونا الاسئله تاعكم في لي كومونتير نحاول نرد على كل الاسئله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الى الحلقه القادمه ان شاء الله.